خدي من ايدي. انا باكل يا حبيبتي باكل، كل انت بقى عشان خاطري تبقى اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حد؟ ده الاكل تحفه، تسلم ايديك والله يا نهار حاجه جد. صلي على النبي يا نهار، تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرزية على بعد دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملاها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها يا نهار، مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيات اصلها ايه حكاية؟ اهلا حبيبي. حبيبتي يا مزة، مستنيينكوا عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. حاضر يا ستي. الملوخية ايدك معايا يا سميحة. هاتي يا حبيبتي هاتي. مين؟ حاج منعم. أنا آسفة والله يا حاج، رحت عليا نومة، أنا آسفة جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجه لكل ده. اصلا انا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معادك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه ومعاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقى لهم يجي 3 ساعات. ما انا عارف، ما انا جاي مخصوص عشانهم. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. وقاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ميسي ايه ده؟ انت ما صدقتي هتنامي بجد؟ بس صحصح يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضه فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي ان شاء الله. الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اقعد اقعد يا حاج. ايه 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 هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا ان اعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك، ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصله حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس التانية ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، او ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل الا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس. طبعا الفلوس. الفلوس طبعا، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل، واضح إن حماسك فعلا زايد قوي لدرجة هتخليني يعني ما الحقش صلاة العشاء في الجامع. أنا آسف إني عطلتكم مرة تانية، بس والله يا جماعة الموضوع يستاهل بجد،
فواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وارده له في المدرسه دي.